أخبروه بأننا لا نبالي من دروع ومن رصاص وعسكر. أخبروه بأنه من تراب وإلى الترب كائن ومقدر. أخبروه بأن ثمة موت ثم قبر ومنكر ثم محشر. شعب البحرين كافة، أعتقد الشيعة والسنة الكل يتضامن مع سماحة الشيخ علي سلمان، لأن هذا اعتداء من الحكومة، اعتداء سافر. كلنا نرفض هذا الاعتداء وراح يكون ردنا بالسلمية، وهذا أبسط شيء الورود.